وانا كل يوم ثلاثاء ياتيني تحقيق، ولكن المره خالفوا يومهم فجاءوا بالتحقيق يوم الاربعاء. امس الاول منذ يومين تدرك التحقيق سين واحد، اسمعوا التحقيق سين واحد، ماذا كنت تقصد من قولك ان الرسول لم يفتح السجون والمعتقلات؟ خطبة 31 يناير، ولماذا يوم الاربعاء بالذات؟ لماذا؟ لماذا هذا التخطيط؟ وانا اقول هذا الكلام واعلم ان بالمسجد من يكتب التقرير، ولكنني انصح ان يكتب بامان. ايها الاخوة الاعزاء، سين اثنين، سين اثنين، لماذا طردت على انيس منصور؟ سين ثلاثة، هل لديك اقوال اخرى؟ يا معاشر السادة، ان الشيء الذي اريد ان اقوله، انا لا اعمل في الخفاء، انا اخطب الجمعة والشمس صالحة، والبس ثيابا ابيض ويداي بيضاء، لا انا حرامي ولا مختلس ولا مهرب، انني ادعو الى قول رسول الله انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. انني اقول هذه الكلمة وتقبلوها بهدوء تام، تقبلوها بهدوء تام حتى لا تمكنوا احدا ان يصطاد في الماء العكر، اسمعوها بهدوء تام وتم جدا. لن استقيم وساظل ادعو الى الله، انا لا اخاف الموت بل هو غايتي ووسيلتي لتحقق الرغبات، فبه يتاح لي اللقاء وتزدهي روحي برؤية سيد الكائنات. اسمعوا هذه الكلمة بهدوء، انا لا اعمل في الخفاء، انني من سنة 68 بعد ان خرجت من المعتقل في 30 مارس الى سنة 71 لم استبع مرة واحدة، ومن سنة 71 الى تاريخنا هذا استدعيت كل اسبوع، كل اسبوع، اذا مضى يوم الثلاثاء انتظرت يوم الاربعاء. وانا اقول هذا الكلام لانبهكم الى امر قد تأتون يوما فلا تجدونني بينكم، اسمعوا هذا الكلام بطمأنينة، وقد تنشر الصحف عني كلاما كما نشروا عن غيري، سيقولون الشيخ كشكي يحاول نفس القناطر الخيرية، الشيخ كشكي يحاول قتل المطربة شادية والانسة ام كلثوم، قد تسمعون هذا فلا تصدقوا، لا تصدقوا مثل هذا الكلام. فالشيخ كشكي والحمد لله رجل عاش مع الله وسيموت وهو يقول لا اله الا الله. اسمعوا هذا الكلام بهدوء، لن اقدم استقالتي، ساظل ادعو الى الله، فاذا ما قالوني فعندئذ ساعصر الى الله واقول اني مغلوب فانتصر، ولقد علموا نتيجة الظلم ما هي، علموها جيدا، علموها جيدا. ارجو من الذي يكتب التقرير الا يقول لا تقربوا الصلاة ولا يقول وانتم سكارى. يا كاتب التقرير ادعو الله لك بالهداية، بس اكتب بامانة، لا تكتب جملة وتقطعها عما قبلها وعما بعدها، اكتب ما تشاء بامانة. لست من الذين يخافون التحقيق ولا يخافون التهديد، انني وانا ارقى هذا المنبر في كل مرة اقول اللهم احسن ختامي ولا تحسني يوم العرض علي. انا لا اريد الا الله، انا لا اريد الا الله ولا ابتغي الا الله، ولو كنت اريد منصبا لكان ذلك من اسهل الاشياء.
لو كنت اريد منصبا لكنت الان اتربع على كرسي من الكراسي العالية، ولكنني رفضت ذلك، رفضته في سنة 66، ودفعت الثمن في السجن فكان بردا وسلامة، وخرجت من السجن والدنيا لا تساوي امامي جناح بعوضة. لو كنت اريد الدنيا والمناصب لكان ذلك من اسهل الامور الي، ولكنني لا اريد الا الواحد الديان. اريد قوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه، واعلموا بمشيئة الله كلما حدث تحقيق سأطلعكم عليه اولا باول. يبقى دلوقتي احنا في الخطبة 114 جالي 113 تحقيق، يبقى بنشوف الخطبة 114. سأطلعكم، والارزاق على الله، ليست الارزاق على وزارة الاوقاف او على غيرها. لقد الحوا علي منذ شهور في اغسطس ان افارق مصر الى احدى الدول العربية، وقالوا انهم هناك ارسلوا لك انت بالذات. فقلت لهم انني اعتبر الخروج من مصر هروبا من ميدان الدعوة. اعتبرت هذا الخروج من مصر هروب من ميدان الدعوة الى الله. انا هنا ادعو الى الله. لقد اصبح ميدان الدعوة خاليا. اترك مصر للالحاد يعيش فيها فسادا؟ اتركها؟ لو كنت اريد مالا لفرت على جناح السرعة وكان المال تحت قدمي موفورا، ولكني عهدت الله ان اكون امينا على دعوته وفيا دعاه. انني اعرض هذا الكلام عليكم لا لابعث الاسى في قلوبكم، انما لتكون الامور واضحة. فليس هناك اعظم من الوضوح، وكان النبي واضحا، كان النبي واضحا. لسنا نسيء فتنا، ولسنا نسيء ضجة، كما جاء في السؤال 2، هل تقصد من خطبتك الاثارة؟ افهم ما تشاء، افهم ما تشاء. لقد استدعيت يوما من هذه الايام الى التحقيق، واخذ المحقق يعترض على كل شيء في الخطبة، فقلت له: قل لي بربك ماذا اقول؟ قال: هي اذا صعدت المنبر فقل قل هو الله احد. فقلت له: وهل المصلون في حاجة الى ان يستمعوها مني؟ انهم كلهم يحفظونها. واذا قلت قل هو الله احد، فسيكتب كاتب التقرير انه يعمل ضد الوحدة الوطنية، لانه يعرف ان هناك نصارى يقولون الاب والابن وروح القدس، وسيعرض التحقيق بقول هو الله احد. مسائل محيرة، مسائل محيرة. هل انا حرامي؟ تاجر مخدرات، اجلس على الخمارات، اهرب اموال البلد، ام ماذا؟ ام ماذا؟ اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله؟ اللهم اني اسألك واتوجه اليك ان تحسن ختامي. وهذا يذكرني باستدعاء ذات يوم للتحقيق، ووجه الي المحقق سؤالا شعرت بعد سماعه بانني ارجو واروح كالطير يمشي من الالم وهو مسبوح. قال لي المحقق: لماذا تقول للمصلين اصطلحوا مع الله؟ هل في هذا شيء؟ اذا اقول لهم: حاربوا الله، خاصموا الله، اسألوا لانني قلت للمصلين اصطلحوا مع الله. والله لقد علمت عندما حقق معي في يوم الاربعاء الماضي، وعلمت عندما سئلت: هل انت قلت للمصلين انا لا اخشى الا الله؟ سبحان الله، اذا لم اكن اخشى الا الله فمن اخشى؟ سؤال غريب. ومن خشي غير الله
فإن الله يقول في شأنه: ومن يهن الله فما له من مكرم. الإسلام في خطر. أقول هذه الكلمة وأنا أعرف وزنها وقدرها ومداها. ما خطفت خطبة إلا وجاءني بعدها استدعاء، ولست أدري هل أن شنودة يرسل إلى أحد القساوسة باستدعاء إلا خطبت الكنيسة، لست أدري لماذا العنف، كل العنف على المسلمين، لماذا؟ لماذا؟ وانا اعلم انني ما شئت عن كوني داعية الى وحدانية من لا اغفل ولا انا ولا انسى ولا انسى يوم قال لي احد المسؤولين: اصعد المنبر واقرأ قل هو الله احد ثم انزل وصل بالناس. سيادته يريد ان يعطيني درسا في التوجيه وهو قد لا يصح قراءة الفاتحة، قد لا يعرف فرائض الوضوء ما هي، ولكنه يجلس مجلس الموجه. فقلت له: واكد لك انني لو فعلت ذلك، لو قرأت سورة قل والله احد ثم نزلت وصليت، فسوف ترسلون الي استدعاء. قال: فيما نسألك؟ فيما في قل هو الله احد؟ قلت له: نعم. فتسألونني وتقولون لي: لماذا تقرأ قل هو الله احد وانت تعلم ان في مصر قوما يقولون الاب والابن وروح القدس؟ انت تريد فتنة طائفية، انت تريد فتنة سياسة الذئب مع الحمل. كان الذئب يشرب من اعلى والحمل يشرب من اسفل، فقال الذئب للحمل: لقد عكرت علي الماء. قال له الحمل: يا سيدي الماء لا يجري في العبال. فقال له: ألست انت الذي شتمتني منذ عام مضى؟ فقال له الحمل: انا ابن 6 اشهر لم اولد الا منذ 6 اشهر. فقال له الذئب: اذن ابوك هو الذي شتمني. قال له: لقد ولدت يتيما. قال له: اذا عمه؟ قال له: ليس لي عم. قال له: اذا جدك؟ وانقض عليه فاكله. وهكذا يختلف القوي الذنوب على الضعيف ليهلكه، ولكننا لسنا ضعفاء ما دمنا مع من لا يغفل ولا ينام. لسنا ضعفاء ما دمنا مع رفع السماء بلا عمل، ما دمنا مع رفع السماء بلا عمل. اللهم اجعل صارنا على من ظلمنا، اللهم اجعل صارنا على من ظلمنا، اللهم اجعل صارنا على من ظلمنا. ولقد اشتد حزني، اشتد حزني عندما استدعيت الى الوزارة في تحقيق يوم 21 مايو منذ 20 يوم، وانا اعلم انني استدعيت اكثر من 100 مرة، ولكن الاستدعاء الاخير كان يدعو للعجب العاجب. وقمت من امامي المستدعي وانا اضرب كفا بكف واقول: ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها. عجبت. اتدرون ماذا كتب كاتب التقرير؟ اسمعوا، اسمعوا المهزلة، اسمعوا المهزلة الكبرى. تقريرات تكتب في انا، والأنبا شنودة يتمتع بجميع الحريات، ويدخل القاهرة وحوله 360 سيارة ستيشن كأنه نابليون بونابرت، وأنا أستدعى كل أسبوع ويقال لي في الاستدعاء. اسمع، اسمع التقرير. تكلم الخطيب عن عمر بن الخطاب،
قلت اذا فلسه فعن من اتكلم؟ اتكلم عن المسيح برجنيه؟ هل الكلام عن عمر بن الخطاب اصبح جنايه؟ اصبح تهمه؟ استدعاء في 17 ابريل واستدعاء في 21 مايو وبعدين الخطيب يتكلم كثيرا عن عمر بن الخطاب؟ الكلام عن عمر بن الخطاب اصبح جنايه؟ اصبح جريمه؟ اتكلم عن كارتر؟ اتكلم عن ديفول؟ اتكلم عن برجنيف؟ قلت له اسمع، ساظل اتكلم عن عمر حتى القى الله. مهما كان السماء ومهما على السماء ومهما استدعيت في ظل، مهما استدعيت والشمس تضرب وجه الارض لادخل مكتبا مكيفا بجهاز التكييف، الى متى هذا الذل؟ الى متى هذا الهواء؟ الخطيب يتكلم عن عمر بن الخطاب. نعم نعم اتكلم عن عمر بن الخطاب. نعم سأظل أتكلم عن عمر الذي قال فيه الحبيب المصطفى: لو عذبنا الله جميعا لم ينج منا إلا أنت يا عمر. نعم سأظل أتكلم واستدعوني ما شئت، ولو كان الاستدعاء كل يوم، لكن لي كلمة اتوجه بها الى رافع السماء بلا عمى، وانا واقف الان بين يديه والساعة ساعة الاجابة، اسأله جل في علاه ان يهدي كاتب التقرير، فاذا لم يهتدي فاسأل الله ان يصيب عينيه بالعمى ويديه بالشلل. في ساعة الإجابة، في ساعة الإجابة. ولقد تأسفون وتحزنون عندما تعلمون أن بعض كتبات التقارير من زملائنا المشايخ، كان الشيطان المسلط علي أعرفه تماما، شيخ زميل، شيخ زميل، اقسم بالله وانا واقف بين يدي الله، كان ياتيني هذا الشيخ في بيتي يوم الخميس ويقول لي: اعمل معروف، بيض وشي وخليني اكتب تقرير سليم، ما تتكلمش في الخطبه عن حاجه. فاقول له وانا عاجز: اذا فعن اي شيء اتكلم؟ فيقول لي الناصح الامين: تكلم عن التصوف، ابعد عن الكلام في اي شيء، اعمل معروف عشان ابيض وش هتصرف له فلوس. وسألت عن هذا الشيخ ولولا الحياء لصرحت باسمه، لكن حيائي يمنعني عن التصريح باسمه. شيخ في الدرجة الثالثة الفنية، في الدرجة الثالثة. ولما رآه أحد المصلين خارج المسجد وعرفه كاد يعتدي عليه، لولا أن الشيخ اعتذر له بأنه مريض بالسكر. اتق الله، اتق الله. لو كان عند كاتب التقرير شجاعة أدبية فليكتب في الكنائس ولا يكتب في مساجد محمد، ان مساجد محمد لا تعمل في الخفاء. انني اخطب والشمس في رابعة النهار، واخطب باعلى صوتي في 20 مكبرا للصوت، لا اعمل في الظلام، وساظل اقول ما يرضي الله وحده ولو غضب الناس، وساظل اقول الحق ولو كان مرا. انني اقولها بصراحة،
لا يمكن ان يكون هناك حل لمشاكلنا ما دام هناك فتن وخبص ووقيعة ونميمة. لا يمكن.